بوشناق على إي إف إم أحلى راديو. السبعة واربعة وثلاثين دقيقة موصلين معكم في الكونسي. حديثنا على سيف الدين مخلوف، أول مبادرة تشريعية ولا واحدة من المبادرات التشريعية اللي باش يعرضها ائتلاف الكرام على المجلس هي تحريم الوسم، تقول عليه إرهابي تمشي للحبس. هذا أبرز ما قاله البارح مع صديقتنا خلود من نص نهار الماضي، ساعة ونص الكلمة لسونيا دهماني برهان عطا واحد ما تبعتش عليه، عطيت أنت صفر. علاش أعطيت صفر؟ خاطر أنا اللي قلقني وقت اللي تصدر مثل هذه المبادرة عن ربما أعنف نائب في مجلس نواب الشعب، نحكي على العنف اللفظي. يعني زميلي وصديقي على عكس ما تقول فيه اللي ما عنديش مشكلة معاه رفيق، مش ناقص، مش خصيص تبارك الله عليه في العنف اللفظي، يعني السب والشتم ما شاء الله ما شاء الله، ربما أعنف المشاهد ولا من أعنف المشاهد اللي شفناهم في مجلس نواب الشعب وفي أروقة مجلس نواب الشعب، كان ضالع فيهم ولا فيها يلعب فيهم دور البطولة سيف الدين مخلوف. ثم اللي قلقني أكثر أنك تعمل مبادرة تشريعية على القياس، ما عملش مبادرة على العنف اللفظي في المجلس ولا خارج المجلس، على القياس قد من ينعت بالإرهابي. لا لا مش هذيك برك، هو واحد من التفسيرات اللي يعطيهم تحريم الوسم ككل، معناها تحريم الوسم باش عطى تفسير على التفسير اللي خصه. يا فاسد يا زلم يلي بيك يلي عليك يلي، يعني العنف اللفظي لدى سيف الدين مخلوف، ما ابدا ساعة اكنس قدام باب دارك، ابدا ساعة نظف روحك، ابدا ساعة هز بلوغتك، ابدا ساعة خاطب الناس ولو انه خصمك السياسي، تنجم تقول كل شيء من غير اكل عنف هذاك اللي نبداو واقفين مزبهلين نتفرجوا فيه. ثالث حاجة، هل اني اولوية الاولويات؟ يعني شوف انت الشعب وين ونواب الشعب وين، نائب شعب يعني في خضم هالأزمة اللي نعيشوا فيها، كورونا واقتصاد منهار وبطالة، هل أني أولوية الأولويات أني المبادرة تتعلق بشخصي أنا؟ راني تعرف ما مثل يقولك سم الله على المبر لا يتغبر، سم الله على مشاعر الإرهابيين، سم الله. شكون الإرهابيين؟ قول كل واحد ينعت. أنا غدوة إرهابي نقول عليه إرهابي حقا والا مشروع ارهابي حقا؟ وقتها ما عادش نحكيو على وسم، وقتها عندك دلائل انت كي بيجي لك معيار تقول عليه ارهابي. لا يا سيدي، مادام ما صدرش فيها حكم بيت ونهائي، مازال يتمتع بقرينه البراءه. لا نفتحوا الباب هكا الاتهامات، مو هذا الراي. خلينا نقول لك سوني، انت قلت مش اولويه، نجم نمشي معك، ولكن نقول لك زاد ايقاف النزيف نتاع العركه ذي داخل المجلس والسوايع المهدوره من وقت الشعب في سبال انت زلم وانت ارهابي وانت وانت درا شنو وانت زغراته وانت كل وقت اللي خسرناه ذاك كل هذاك زاد وقت الشعب بالحبس لو يقف. لا لا مش بالحبس، مش بالحبس ونحكي، ولكن ايقاف ولا ايجاد حل. القوانين موجوده، حاجه زاد مهمه. القوانين موجوده، انت اذا كان تعتبر اللي فما كلام مسك ولا اضر بيك تمشي للقضاء وتشكي وانتهى الموضوع. اما تعمل مبادره تشريعيه وخضان ولظان ومجلس جالس، فهمت؟ ماهيش اولويه اليوم، سامحني. رامي حبي يدخل. اي بيان سور ندخل. الراف تعرف كان يتعدى القانون هذايا اكثر حاجه تضر هو الراف ماكرا، ولهنا نسيبوا فيهم احنا مستعمر يا درا شنو، كان ما جاش اسمه راف ماكرا، اسمه وسم ماك. والله راهو